بص يا سيدي. لا لا اسمعني بس. اسمع بس. انا هقول لك. والنبي انت سامع. والنبي انت سامع. اسمع. خد دي بس. قسط العربية يا سعيد. ايه مالك؟ مش عارف عندي هبوط كده بس عندي يعني. لا 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 اقعد يا سعيد هنا اقعد هجيب لك ميه بسكر. زي كرشة نفس كده. اه طبعا. يا الف سلامة. اه لا بس زي ما تقول كده الواحد بيطلع من بيت على الريق فمع المشاوير بقى بتهب كده هي بس بتروح وتيجي. قسط العربية يا برنس. انا كده هزعل بقى. واخد الحق بيزعل يا برنس يا عم. مش النظرية يا عم رامي ده انت بتعرف فلوس يا جدع. الله وبعدين فلوسك في جيبي. انا بس كنت عايز استأذنك في حاجة كده. لا ولا يعني لا يا جدع مش لما تعرف الاول. اكيد عايز تبقى حاجة من قسط العربية يا برنس. يا ساتر. اتفضل يا سيدي. فيها 20 جنيه عشان احطها في جيبي. عنك. سعيد وانا لما اديتك العربيه بقيت لك فيها كبوت ولا فرده كاوتش ولا موتور؟ ما انا اديتها لك كامله يبقى حقي يرجع لي كامل. طب دول ناقصين 5 جنيه واختي جابت بيهم مشابك. يبقى مش هتاخد الاصل يا برنس الا لما ترجع المشابك. استنى رايح فين؟ انا عايزك في مصلحه. مش عايزها النهارده يوم الغسيل. طب مش تسال الاول مش يمكن السبوبه حلوه؟ يعني انا مش فاهمك يا سعيد. طالما داخل وقايل لي مصلحه تبقى نصبه. تعالى معايا عدل. هات 15 جنيه. لا طب خليهم 5. ليه؟ الراجل صاحب المعرض النتن تخيل راهن الوصله على 5 جنيه. ما هو حظ ام انا. انت حبيبي يا عمده. خد يا سعيد. ربنا يخليك يا حبيبي. اما صحيح بجح يعني انا هديها لك مزوره. ليه ما تعملهاش؟ اعملها بس مش معاك يا برنس. مستك انك مخلص. يلا بقى طرقنا طرقنا. عندي غسيل. مزود ربنا يسامحك. ما تعتقوا زي الناس يا واد. ما اعرفش اكل على الارض يما. يلا سلام. يلا يلا يا الله يلا يلا يا الله. اقفل النور يا عفاف انا بالضلمه بخاف. سلام. ايه ده انت خلصت اكل ولا ايه؟ يا سلام يعني انت ما فوتش على عبد السولر ضربت لك طبقين فول قبل ما تيجي؟ لا يا عاطف انا ما فيش فيلم فرخه من صباحيه ربنا. يا واد البرنس هيقعد جيبه فاضي تعمله مع اختك. امشي 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 امشي. نعمل حسابك عارف ان النهارده ميعاد القسط. الله عليك يا اسماعيل يا ابو قلب حنين. وصلتني يا عواطف؟ حصل كيلو بسبعة جنيه نطبخ بيها احسن. انت جبت الاكل ده منين؟ ما قلتش مني كانت من اسماعيل. يعني انا وعيالك نقول نص بطن عشان هو ياكل؟ تصدق ده البكتري؟ مصطفى الملازق سأل عليك. سأل مرتين وانت بره. اخص عليك يا اسماعيل بتحلالي وانا بكلمك؟ انت ما خليت نهارك كل الالوان ما باش انا عواطف. ليه بس؟ انا قلت اقول له بسرعه قبل ما انسى. وده كان عايز ايه يا عم اسماعيل؟ معرفش يمكن عايز العربيه بفرح ولا حاجه. وانت يعني مش عارف تجرجره في الكلام وتشوفه عايز ايه؟ واخويا حبيبي برضو مجدع يعني لو فيها مصلحه هيبقى يشوفك معاه. انا هقوم اقابله في القهوه اشوفه عايز ايه. انتش قادر تقعد تاكل معانا على الارض بدل ما توسخ الكنبه؟ ده انتوا اللي تاكلوا على الارض انما البرنس ما يعرفش يقرفص زيكم. البرنس؟ نفسي افهم جايب العنطزه دي منين؟ سيبيه ده واد طيب ان شاء الله ربنا هيكرمه.